مصر دي ليها ألف باب، يلزمك ألف وش عشان تعرف تخشها. اصحى الواقع بقى مليان تعقيد والغاز عنف. هي دي أول مرة؟ اه طبعا. امال انت كنت فاكر ايه؟ جاي اتفرج عليك كنت بتقتل. مشهد عظيم زي ده مش لازم له متفرجين. هو جوزك بيشتغل ايه؟ شاعر. اطلع بالعربية بسرعة! الحقونا يا عرب! يلا يلا يلا! مش عارفة ليه الراجل فيك ما بينساش المرة اللي تقول له لا. عشان كده وشوش جديدة طالما مع حاتم تبقى مقضية. ترقص كده وريني بقى. خالد بقول لك ايه؟ المطعم ده اللي بتتبع بيها فعلا انا مش ضرر غير ما اجي عليه. انا تعبان ومش عارف اني مش موجود.